الشابية بين المدربين البرتغاليين جيزوس للهلال ولويس كاسترو لفريق النصر. إذن لحظات تاريخية للكتابة أكيد من جانب الفريقين. قلنا هل هي الكأس الثالثة للزعيم الأزرق أم الأولى للسلطان الأصفر؟ الصورة التذكارية، هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة في مدينة الطائف. رونالدو والسلام التوصلي، رضوان جيد أمامنا. 44 عام نال الشارة الدولية منذ عام 2009 ليصبح أصغر حكم دولي مغربي آنذاك. أدار عديد الدربيات البيضاوية ومباريات الأدوار المئوية لكأس العرش. حضر في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2017-2019. رضوان جيد كان أدار مواجهة النصر مع الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، بينما حكم الفيديو سمير الكزاز. مسؤولية كبيرة لمراقبة هذه النجوم العالمية. التذكير بتشكيلة الهلال: محمد العويس، سعود عبد الحميد، خالد الكوليبالي، علي البريه، ياسر الشهراني. وسط الميدان: روبن نيفيس، محمد كانو، ميشيل ديلغادو، سافيت ميلينكوفيتش، سالم التوسري، والهجوم للبرازيلي فالكاو. التشكيلة النصراوية: نواف العقيدي لحارس المرمى، سلطان الغنام، علي الهشامي، عبد الله العمري، الكسيس ديفيا، سيكو فافانا، عبد الله خايبري، مارتشينو برازوفيتش. في وسط الميدان: اندرسون تاليسكا، ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو في خط النار. ومباراة نار نار لا تحتمل الانتظار. اي مشوار سنعيشه هذه القمة السعودية العربية في الأجواء الآسيوية والإفريقية. التركيز مطلوب من كل اللاعبين. روبن نيفيس في وسط ميدان، الزعيم الهلالي رونالدو في خط الهجوم، أكبر هداف في تاريخ الكرة العالمية على مستوى المنتخبات، على مستوى الأندية. عملاق خسر الكرة، سلطان بكل ما في الكلمة من معنى، كريستيانو رونالدو. انطلق المباراة، الهلال بألوان الزرقاء. كرة لعلي البلاي، غياب بارز من جانب قلب الدفاع لفريق النصر. عبد الله العمري ياخذ مكان عبد الله مادو المساعد، بينما من جانب الهلال غياب عبد الله معيوف عن علي الوحيد راس الهلال. محمد العويس يعوضه بما انه موقوف الحارس عبد الله المعيوف. كرة لمحمد كانو، روبن نيفيس، حرب كبيرة في وسط الميدان. شعلة نار في الكور منذ بداية المشوار. عن البلاي كانوا خمسة لاعبين لكل فريق في منطقة المناورات. هذا ميشيل ديلغادو، التدخل الدفاعي عبد الله العمري. التماسة الأولى لسعود عبد الحميد. محمد كانو ترجع لسعود عبد الحميد، ينطلق في نزعة هجومية. ميشيل ديلغادو والتأمين من عمري مرة أخرى. أليكسيس، حوار داخل الحوار، واضح وأنه جيسوس أعطى تعليماته لخالدو كوليبالي وأنه رونالدو لا يلعب اليوم. ممنوع لمس الكرة على رونالدو بأوامر خالدو كوليبالي. طويلة من محمد كانو، سلطان الغنام لحارسه نواف العقيدي. اللقاء بتصدي على طريقة إيميليانو مارتينيز في نصف نهائي أمام الشرطة، لما انفرد به طبعا أحمد فرحان وتمكن من التصدي لكرة التعديل في اللحظات الأخيرة من عمر النصف النهائي. خالدو كوليبالي يرجع لبنيلين، سافيتش ميلينكوفيتش، عمري أو علي الهشامي. عمري الآن، الهلال يضغط منذ البداية. كرة للنيفيس عالية وبعيدة، سلطان الغنام بضغط من سالم التوسري والتماس يعود الهلال.
جمع يسرى ياسر الشهراني، وكذلك سالم الدوسري، جمع يمنى ميشيل ديلكادو، وسعود عبد الحميد، ساميتش ميناكوفيتش. أكبر انتدابات نادي الهلال بكل تأكيد. ميتشيل ما يعديش، تصوير غدارة، ربا نافاس، البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو الربا نافاس، كرة كانت مرتدة من الدفاع، كاد أن يغالط نواف العكيدي. أول هجمة خطيرة بألوان الزعيم الهلالي. قلت لكم مشاهدينا الكرام، نار 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 بين هؤلاء الكبار منذ بداية المشوار. أربعة دقائق لعب، نهائي الأحلام بأقوى الأقدام. ميشيل مرة أخرى، التفاف في وسط الميدان لفريق النصر، أليكساس والمخالفة ضد سافيتش ميلانكوفيتش. سافيتش 28 عام، السربي قادما من فريق لاتسيو، أين لعب 341 مباراة للنصر العاصم الإيطالي. نواف العكيدي، عمرو، عاودي نواف، نواف ما يخاف، حارس العرين للنصراويين. طويلة الكرة لتيس، ماني في أول لمس الكرة، الأسد السنغالي حاول التواصل مع رونالدو، والكرة عند محمد العويس. أي مسؤولية لمحمد العويس لتعويض الأخطبوط؟ طبعا عبد الله المعيوف في عرين نادي الهلال. علي البناوي، عودة لمحمد العويس. نذكر أنه على مستوى النهائيات الفريقان التقيا في 13 دور نهائي، 7 مرات فاز بها النصر و6 مرات للهلال. هذه كرة، سالم الدوسري يعدي، وين الكرة بعيدة، سالم يسلم منه دفاع النصر، يشتكي من العشب سالم الدوسري في أول اختراق لنجم الكرة السعودية. فرصة أخرى للهلال، تضيع على الكابتن الدوسري. جماهير رائعة وكبيرة من الفريقين في هذا العرس العربي بين الهلال والنصر. قلنا هل هي الثالثة للهلال أم الأولى للنصر؟ عمري، عمري يلعب بالنار، ضربة مرمى. لما يكون أمامك لاعب من نوعية ميشيل ديلكادو لا مجال للمجازفات. لويس كاسترو يعادل الأوداع. عمري مرة أخرى، أو خطأ آخر من عمري، هذه كرة لسان الدوسري، كرة جول، ونواف، نواف العملاق، نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة على عمالقة العرين في كرة السعودية. نواف العكيدي رائع، ميلانكوفيتش، سافيتش كان وحده، ولكن نواف قلنا ما يخاف ويخرج الكرة رغم وجود تسلل. جيزوس أمامنا، 69 عام، قيدوم المدربين للمرة الثانية يعود لتدريب الهلال بعد موسم 2018-2019. جيزوس اللي درب فينرباتشي التركي، فلامينغو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، سبورتينغ البرتغالي، سلطان الغنام. ما زلنا ننتظر أول هجمة لفريق النصر. بروزوفيتش والمخالفة، مخالفة ضد سافيتش ميلانكوفيتش. حرب النجوم في وسط الميدان، كرواتيا السربية بين بروزوفيتش وسافيتش. كرة في أبطال النصر العالمي، هذا هو أكبر خطر وأخطر بشر، كريستيانو رونالدو. 38 عام،
24 مباراة مع نادي النصر، 18 هدف لكريستيانو رونالدو، دفاع الخط عالي، يوزع أليكس تيس لكن بعيد الكرة، ضربة مرمى لمحمد العويس. تاريخ المواجهات بين الفريقين، 174 مباراة جمعت رسميا الهلال والنصر في مختلف المنافسات. تفوق للأزرق 70 انتصار للهلال مقابل 60 فوز للنصر، ونهاية 44 مباراة بنتيجة التعادل. أكبر هداف نصراوي في ديربي الرياض هو البومبر مجد عبد الله ب 21 هدف، ومن جانب الهلال أكبر هداف في الديربي هو سامي الجابر وسالم التوصري ب 10 أهداف لكل لاعب. عمري، كرة ترجع لكريستيانو رونالدو، كل الخوف من الهلاليين من الأسطورة رونالدو في كل لمس الكرة. سيكو فوفانا، رازاميتش، يعطي ريبان نيفيس، نيفيس والعمري حتى الكرة في التماس. قيمة في الانتداب ريبان نيفيس طبعا القادم من وولفرهامبتون من الذئاب الإنجليزية، نجم الكرة البرتغالية ريبان نيفيس. سعود عبد الحميد الأساسي في التشكيلة، 23 عام، انتقل في 2022 من الاتحاد الهلال وشارك في كأس العالم قطر 2022. كرة خطيرة والحارس نواف العكيزي. 10 دقائق لعب منذ بداية الديربي، من سيكون المتحدي؟ من سيكون المتحدي؟ عمري أو لجامي سلطان الغنام. التماس يعود لنادي النصر، حوار بين أندرسون تاريسكا وياسر الشهراني على يسار دفاع الهلال. سلطان الغنام، مارتشيلو برازوفيتش، ساديو ماني خطير لما يأتي من بعيد، أليكسيس في المساعدة، يعدي، يوزع، مازال تيس رايعة منه ويضيع توازنه. أليكس تيس اللي طالب بمخالفة، الرايعة والتماس يعود لنادي النصر، وإصابة البرازيلي أليكس تيس. أجواء استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف والعنار في المدرجات بين الأصفر النصراوي والأزرق الهلالي. هذا الإعادة، حوار خليدو كوليبالي أو سعود عبد الحميد وأليكس تيس. إصابة على مستوى الرأس لتيس البرازيلي. تعليمات لويس كاسترو مع سيكو فوفانا. كل مدرب يستغل الوقت الضايع لإزداء تعليمات وتعديل الأوتار. علي البلي وكريستيانو رونالدو، ساديو ماني أسد الترنجا السنغالي من أقوى المهاجمين في العالم بكل تأكيد، نجم ليفربول السابق وبايرن ميونخ. يعود إذن أليكس تيس ويعود التماس لنادي النصر لأول مرة في هذه البطولة. قد يلتجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين وركلات الترجيح. أليكس تيس القادم من مانشستر يونايتد. عبد الله خيبري،
سعود عبد الحميد مخالفة ضده أمام جماهير النصر. عديد الحيوانات الفردية المباشرة من ساديو ماني وسعود عبد الحميد على اليمين. ياسر الشهراني ومراقبة رونالدو. كرة ما بين برازوفيتش وألكسيس. البحث على أندرسون تاريسكا ورونالدو. كرة بالراس لاواس. التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي. مجازفة من محمد لاواس والركنية لفريق النصر. يستفيق النصر الآن يدخل في المباراة. ديربي الأحلام. أليكس تيس طويلة لساديو ماني بيدر رونالدو. داودي محمد العويس لعكس الهجوم لفريق الهلال. لكن يتباطأ الآن صوت عبد الحميد يضغط عليه. ساديو ماني محمد كانو علي البني التدرج بالكرة من جانب نادي الهلال. خليتو كوليبالي اللي اعطى الكثير من الاستقرار لدفاع الزعيم. ساميتش ميشيل ديلغادو. ميشيل يعدو والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل ديلغادو أمامنا. أليكسيس بما بالريح جريح ومر البرازيلي. واضح السقوط خارج منطقة الجزاء. سلامات على دفاع النصر. رضوان جيد يقول أنا الحكم وأنا الذي أقرر. كرة خطيرة على دفاع النصر في ربع ساعة لعب. ديربي بمواصفات عالمية ما بين النصر والهلال. روبن نيفيز التقدم لخالدو كوليبالي وعلي البني ثنائي محور الدفاع لفريق الهلال. التركيز برتغالي بأقدام روبن نيفيز. سافيتش أخترهم بالرأس هو القناص. عمالقة الهلال داخل منطقة الجزاء. كوليبالي كانو علي البني أمامنا وسافيتش طبعا. إذا نيفيز نواف لاكيدي خايف من هذه الكرة. كثير من الخطورة. روبن نيفيز اللي وسع ونواف يكسب المخالفة. نواف مرة أخرى حاضر في العرين. مناوشات ما بين نواف لاكيدي وخالدو كوليبالي. الهدوء مطلوب من كل اللاعبين. رضوان ناشيت الدولي المغربي كان أدار مباراة النصر والزمالك متحكم في وضعية المباراة. ينظر اللاعبين شفاهيا ويقفل الموضوع. إذن ترجع الكرة بضربة مخالفة. سلطان الغنام أندرسون تاريسكا يكسب مخالفة أمام ياسر الشهراني الدولي السعودي طبعا. ياسر الشهراني
يسار دبيع الزعيم. نفترض من اجل انقلاب لا جديد يذكر لقد يعاد على مستوى النتيجه متعادله سلبيا 0-0 بين الفريقين. مارتينو برازوفيتش يعود الوراء على الاجامي لنواف العقيدي العمري طويله من عمري لساديو ماني بالراس تغطيه دفاعيه على البلاي. سعود عبد الحميد تأمين دفاعي سيكو فوفانا ينطلق الآن هجمة نصراوية رونالدو على اليسار بجانب ساديو ماني يلعب مع السنغالي اليوزا رايعة يا عويس يا محمد يا عويس ماريان ناير في العرين لعويس جابها لعويس يخرج الكرة من الخط النهائي للمرمى بكرة راسية قوية من أندرسون تاريسكا. أخطر هجوم لنادي النصر منذ بداية المباراة. مارتشينو برازوفيتش بالندية يا حبيبي بالندية هذه المباراة النارية. عبدالله الخيبري تعود الكرة النصراوية عمري زي على سيكو فوفانا تعود لسعود عبد الحميد حمد كانو بعيد على ميشيل وعلى مالكوم وتأتي لنواف مالكوم اللي سجل لحد الآن هدفين من أربع مباريات خاضها مع الهلال اللاعب القادم من زينت سان بيترسبرغ الروسي علي نجامي تاليسكا برازوفيتش يعدي من المخالفة تدريب النبيس سلطان الغنم كوليبالي في التصدي تعود برازوفيتش. النصر أفضل من بداية المباراة بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل مخالفة ضد كوليبالي لصالح كريستيانو رونالدو. نستمع لرونالدو رونالدو هذا ما يردده الجمهور العالمي هذه كرة برازوفيتش بالراس والعويس يتألق من أصعب الكرات لما تحتك الكرة بالأرضية قبل وصولها للحراس. المشاورات بين أليكسيس ومارتينو برازوفيتش بحضور رونالدو أفضل خلف لأحسن صرف محمد العويس. هل يفعلها رونالدو؟ هل يفعلها البومبر؟ هل يأتي بالأسطورة؟ حوار العويس ورونالدو جدار دفاعي بثلاثة لاعبين لفريق الهلال. رونالدو الجدار يصد ويرد غنم سيكو فوفانا يوزع رونالدو بالراس رونالدو بالراس والحارس العويس خطير في الهواء وإن الهواء في الهواء والصبر أحسن دواء بالنسبة للفريقين. مباراة ضغوطات كبيرة ترجع نصراوية أليكس تيس ماني عكسية بروزوفيتش وشهراني شهراني أسرع من أندرسون تاليسكا تعود الكرة للهلال ريبان نيفيس نيفيس لسافيتش ميشيل الخطير ميشيل سافيتش مرة أخرى والركنية بتدخل العمري طبعا إحدى نقاط القوة لفريق الهلال استغلال الكرات الثابتة إن كانت مخالفات أو ركنيات. 23 دقيقة لعب ديربي النار ما زال في هذا المشوار بدون أي انتصار
لأي فريق. روبن نيفيس كالعادة العمالقة حاضرة، الكرة البرتغالية روبن نيفيس عالية من البرتغالي ومخالفة لدفاع النصر ضد خالدو كوليباري، أكبر فوز للنصر على الهلال كان 4-1 عام 1969 ميلادي، وأكبر انتصار للهلال على النصر كان 5-1 عام 2017. ماني الكلمة الأخيرة لكوليباري أمام رونالدو على البلاي، قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط الميدان، وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد، لا مجال للنوم لا مجال للسهو في هذه النوعية من المباريات. ترجع الكرة لمحمد عويس، خيبري طاليسكا المختفي سيكو بوفانا، محاول شرب الهلال من تموقع دفاعي، طاليسكا عكسية يتسرع كوليباري كذلك، أليكسيس في الهجوم يتقدم للبرازيلي، ديس يوزع والركنية، ركنية للنصر العالمي، النصر العالمي اللي شارك في مونديال الأندية في البرازيل عام 2000 بعد أن سيطر على آسيا. أليكسيس يتقدم العمري، عالية الكرة بالراس، روبن نيفيس ترجع لبرازوفيتش، كرة خطيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإطار، كان في موقف متسلل رونالدو في ظهر ياسر الشهراني، خمسة وعشرين دقيقة لعب، الكلمة للدفاع على حساب الهجوم، ما زالت النتيجة بيضاء في ديربي الرياض بأجواء العربية. علي البني نيفيس، تمشيط كبير من عبد الله الخيبري في وسط الميدان من جانب نادي النصر، روبن نيفيس مرة أخرى، سابيتش لميشيل دالكادو لكن قبله كان تيس، نواف يلعب كقلب دفاع، ترجع الكرة بمخالفة، كان الحكم رضوان جيد أن يترك مجال للأسبقية، تعود الكرة أيضا للعمري، برازوفيتش، خيبري، ماني، خيبري مرة أخرى ينقل على اليمين السلطان الغنام لجنبه تاليسكا، تاليسكا يتقدم البرازيلي يراوغ كرة خيبري، التسويف لمحمد العويس، عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة يقتنصها على طول، والعويس متصدي، برازوفيتش
العقل المدبر في وسط ميدان النصر العالمي. الجماهير النصروية كالعادة مشجعة قوية. بعيدة من علي البني لنواف العقيدي. علي الهجامي خيبري يعود لحارسه. مباراة الحسابات التكتيكية ميشيل ديلكادو والعمري صمم الأمان في دفاع النصر. ماني دخل معه بقوة سعود عبد الحميد. محمد كانو كرة للهلال سابيتش خليدو كوليبالي يعد يخترق الدفاع يوسع نور السلطان الغنام. الغنام لم يترك الغنيمة لنادي الهلال. داود إبرازوفيتش كرة لتاليسكا زيكو فوفانا ماني على يساره. تأتي الكرة للسنغالي ماني يوسع برازوفيتش بخاصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة. برازوفيتش للمرة الثالثة يأتي من بعيد. برازوفيتش في القائم الثاني. كرة هلالية عن البنية طويلة وبعيدة. مالكوم ضايع في الطريق ما عنده رفيق. عمري فوفانا أليكس ديس ماني خيبري لجامي غانم اعتدرج بالكرة لخيبري. برازوفيتش دينامو الفريق النصراوي. برازوفيتش بعد 9 مواسم في انتر ميلانو الايطالي. كرة والعويس قبل رونالدو. محمد كانو روبن نيميس شهراني ياسر سالم الدوسري انتشار سليم لفريق النصر. والهلال يعود لسوداته الهجومية. مخالفة لصالح نادي الهلال لسافيتش ميلينكوفيتش الصربي. تدخل قوي من ساديو ماني. كرة ثابتة للزعيم اندار لمارتينو برازوفيتش. اندار للكرواتي برازوفيتش. كان حاضر بمونديال قطر 2022. كرة من الهلال كالعادة لجل الاختصاص الأول روبن نيميس. اللي يملك التسويب رهيب نواف لاكيدي يوجه الجدار الدفاعي. مالكوم وروبن نيميس سمعوا الكرة.
الكرة بالتليفون بالموبايل معلنة منذ البداية. صبير تشكون بالمخالفة. النصراويون يطالبون بالإنذار. بروزوفيتش يقول له هي نفس الخطأ اللي قمت به، لماذا ليس الإنذار؟ وتعليمات جورج جيسوس غير راضي إلى حد الآن على هذه الوضعية. والإكستاس هجومية، رونالدو، كريستيانو، التسويب وتاريسكا. آي 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 آي. الحارس محمد العويس، رونالدو الجماعي، رونالدو ليس أناني، يعطي كرة لأندرسون. تاريسكا هذا فوفانا يخسرها الكرة. المد القوي للأصفر نادي النصر. محمد كانو، صودات الحميد من مدة مريناش، نواف العقيدي، الهلال متخلف هجوميا. النصر زاد في الأداء. نيميس، كانو، ميشيل تلكادو، ميشيل أمامه الجدار الأصفر. جماهير الهلال متعطشة للقب الثالث هذه المرة على أراضيها، بينما جمهور النصر يريد لأول مرة يكتب التاريخ بالألوان العربية. كانو يتصدى تاليسكا. رونالدو وبروزوفيتش، رايح الكرة، سيكو، فوفانا لرونالدو. رونالدو يرجع للوراء. سلطان الغنام، بروزوفيتش لليسار، ساديو ماني، سيكو، فوفانا، جدار الهلال يرد ويصد. تبقى الكرة النصراوية العامري، تعدي للغنام، عالية من الغنام، رونالدو، فوفانا، والراية، الراية على سيكو فوفانا. رونالدو واضح كان في موقف متسلل. عشر دقائق لنهاية الشوط الأول. الحسابات التكتيكية أمام هذه النجوم القوية. أولهم ساديو ماني، بطل افريقيا مع منتخب السنغال. كرة لفوفانا، مرة أخرى كاليدو كوليبالي، ساميتش يتقدم، عالية الكرة، رايحة، التسويق، روبن نيفيز، حكم يخلي اللعب، حكم يخلي اللعب، علي الهشامي وروبن نيفيز بالإصابة. كرة لكوليبالي، الإطمئنان على البرتغالي روبن نيفيز. تدخل علي الهشامي، إصابة للاعبين الاثنين تبع روبن نيفيز وعلي الهشامي. سلامات سلامات. Thank you.
كاميرتو بالإسعاف. رضوان جيد المغربي، نذكره أنه هو ابن الحكم الفيدرالي المغربي محمد جيد. ذلك الشبلو من ذلك ناسد، هذه الصورة الرائعة، جماهير الفريقين تغني في دور نهائي نهائي الأحلام بين النصر والهلال. إذا كان الشوط الأول شوط اللاعبين، فإن الشوط الثاني بتعديلات المدربين، وبالتالي فك رموز الدفاع المنافس هي الأولوية القصوى لكل مدرب، جورج جيزوس ولويس كاسترو. مالكوم فيليب يتلقى التعليمات من جورج جيزوس، بينما لويس كاسترو يحافظ على هدوءه. محمد عويس، يرجع الكرة سميتش، والحارس نواف أمام مالكوم، مخالفة للحارس النصراوي. مالكوم فيليب سحب هدفين. البرازيلي علي الهجامي والإصابة بعد إصابة عبد الله مادو لا يحتمل دفاع النصر. إصابة أخرى لقلب الدفاع. الهجامي طويلة باتجاه محمد العويس. 5 دقائق في الوقت الأصلي والطبيعي لنهاية هذا الشوط الأول، والنتيجة بيضاء بدون أهداف في هذا الدور النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في مدينة الطائف. شهراني التماس، رونالدو كالعادة أزمنة السرع. دفاع الخط في فريق الهلال يصعب العيش والحياة على كريستيانو رونالدو. جماهير متعاودة من ألقاب زعيم القارة الآسيوية الفرقة الهلالية بألوانها الزرقاء والبيضاء. تعود الكرة لنادي الهلال عبر الحارس محمد عويس. مباشرة للنواف العكيدي، البحث عن ماني، تماس السنغالي. ساديو ماني على الجبهة اليسرى، عامري، فوفانا، حكم يخلي اللعب، هجوم سريع لفريق الهلال. مالكوم، مالكوم يستنى المراقب المساندة سافيتش. تعود نصراوية، فوفانا، رونالدو يعطي والمخالفة، خالدو كوريبالي بالورقة.
الجزائري خالدو كريباني نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا وتشيلسي امام رونالدو. يكون الانذار في الانتظار. علي البني وسلطان الغنام حذاري من الورقات. الجماهير النصراوية الكرة بمخالفة دقيقة قبل نهاية الشوط الأول بدون احتساب الوقت الضائع. بروزوفيتش وأليكسيس على أمل استغلال هذه الكرة من أندرسون تاليسكا ورونالدو. بروزوفيتش يوسع والحارس العويس رائع العويس اليوم خيبري سيكو فوفانا. غريبة رونالدو وحده كان في الخيم الثاني والعويص على الخط النهائي ولو أن هنالك راية. محمد عويص يبدع اليوم ويأكد أنه في الخلف لأحسن سلف عبد الله المعيوف. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي. كم سيضيف الحكم الدولي المغربي رضوان جيد. كرة عويص ثلاثة دقائق وقت بدل ضايع. مالكا رونالدو مرة أخرى من أكثر المباريات اللي يقع فيها رونالدو بالتسلل هذه المباراة النهائية. كوليبالي سافيتش وفوفانا لنواف طويلة الكرة لماني مخالفة ضد السنغالي. لاعبان كان حاضرين في مونديال قطر فوز عبد الحميد وكذلك غنام تبع النير انذار في مناوشاته مع علي البني. علي البني بدور نير الانذار كرة على طول لنواف. شهراني كانو سافيتش ديالي الكرة يرجع لساديو ماني فوفانا خايبري عمري والكرة في التماس. آخر فرصة في هذا الشوط الأول في وقت البديل هلالية زرقاء.
كانو صوت رائع الكره يوزع والعمري مره اخرى ضغط هلالي علي البني تاوين الكره في دار الغنام كثير مالكم كره بالراس والدفاع الدفاع النصراوي حاضر فنيات رائعه لساديو ماني اتعب سعود عبد الحميد في هذا الشوط الاول ينتهي الشوط الاول مشاهدينا الكرام بالتعادل 0-0 بين الهلال والنصر موعدنا يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوط الثاني أما الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر
شكرا للزميل عبد العزيز البكر. حضرات المشاهدين متابعي قناه اس اس سي، نعود بكم من جديد الى استاد مدينه الملك فهد الرياضيه بمدينه الطائف لمتابعه ادوار الشوط الثاني من هذا الدور النهائي لكاس الملك سلمان للانديه الابطال لسنه 2023 بين النصر والهلال. النتيجه في الشوط الاول بيضاء بدون اهداف. امامنا طبعا اللاعبين في انتظار السلام والتحيه ما بين الهلال والنصر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يرعى نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. في نفس الوقت العمليات العمائية بين اللاعبين خالدون كوليبالي نيفيس وبقية النجوم الهلالية تاريس كاماري بروزوفيتش الألوان الصبراء النصراوية. بكل تأكيد مراسم دور نهائي للأبطال في حضور كريستيانو رونالدو 38 عام 200 مباراة دولية مع منتخب البرتغال 123 هدف، أرقام قياسية عالمية لهذا اللاعب الذي شارك في كأس العالم. نرحب بصاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب امير منطقه مكه المكرمه. والان مع سلام الملكي السعودي. والآن لغة الأقدام وحقيقة الميدان بين الهلال والنصر في الشوط الثاني لفك الارتباط واقتناص الكأس الغالية كأس $6 مليون. رونالدو يقود القافلة الصفراء ويشحن العزائم، ومن جانب الهلال روبن نيفيس والبقية من أجل كأس ثالثة هلالية. إذن رضوى جيد المغربي يعطي ضربة البداية، أكيد تعليمات المدربين جورج جيزوس ولويس كاسترو من أجل النجاح في هذه الأوقات. نواف لاكيدي
كل من يلتحق بنا سنذكر بتشكيلة الفريقين. بالنسبة لفريق النصر هذه كرة لفوفانا، فوفانا رونالدو يتقدم البرتغالي يلعب لليسار لساديو ماني، ماني والراية على السنغالي ساديو ماني. طبعا عديد اللاعبين تقمصوا في نفس الوقت أجزاء الفريقين، أخص بالذكر أحمد باجا المغربي الذي لعب للهلال 1995 ولعب للنصر سنة 2000، الوحيد الذي سجل في شباك الفريقين. كذلك فهد الشيان لعب للهلال ولعب للنصر، أحمد عباس، أحمد الدوخي، خالد عزيز، بدر الدعاية، سعد الحارثي، زين شان، أحمد الفريدي، عبد العزيز الدوسري. كرة من ميشيل مرتدة وفيها الفرصة، سافيت ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية النصراوية. إذن تشكيلة النصراوية، نواف لاكيتي لحراسة المرمى، سلطان الغنام، علي الجامي، عبد الله العمري، أليكسيس في الدفاع، سيكو فوفانا، عبد الله خيبري، مارشيلو برازوفيتش في وسط الميدان، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو وساديو ماني في خط الهجوم. التشكيلة الزرقاء لنادي الهلال مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأيمن. حراسة المرمى محمد العويس، يمين الدفاع سعود عبد الحميد، لليسار ياسر الشهراني، وسط الدفاع كوليبالي وعلي البلي، ثنائي ارتكاز روبن نيفيس ومحمد كانو، ثلاثي وسط ميدان هجومي ميشيل ديلغادو، سافيتش ميلينكوفيتش وسالم الدوسري والمهاجم مالكوم فيليب البرازيلي. انذار لساديو ماني. ثم طبعا الامير كان امامنا نذكر طبعا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والنيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يرعى نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان هذه المباراة النهائية. سيكو فوفانا، عمري، ناودي، نواف لاكيدي، عزيمة واضحة من جانب اللاعبين للتسجيل. أليكسيس التماس لنادي النصر، ودور بدني كبير لسعود عبد الحميد بالنزعة الهجومية. ساديو ماني لليمين، سلطان الغنام تحت دفاعية من ياسر الشهراني، يبقى تماس الشهراني بعد تدخل من البرازيلي أندرسون تاليسكا. عالية من محمد داويس، عمري قبل سافيتش، ماني دائما امامه سعود عبد الحميد، سافيتش كورته متعديش مع أليكسيس من المدرية أندرسون تاليسكا، تاليسكا يحاول التوزيع كوليبالي، ترجع كورة هلالية، سالم الدوسري كابتن نادي الهلال روبن نيفيس، مالكم
الكرة وانسى كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال منورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده الزعيم الأزرق أجمل لونه ومع أقوى جنونه هذا هو الهلال حارق وهاج وفنان ديلجادو غاز الشباب الله 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 عليك يا هلالي دائما في العلن بنجوم العالمية سافيتش مالكوم ميشيل الدوسري والبقية. إذن النتيجة تتغير لصالح نادي الهلال. مالكوم بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر وانتماء رائعة من ميشيل ديلجادو يضيع الحارس نواف ويحط الكرة بالشباك. الهلالي عالي الهلالي صوره عالي أمامنا النواف يعاين الأذرار في بداية هذا المشوار أول أهداف هذا الدور النهائي للوريه الزرقاء هلالية نارية وهاجة ذوايا في سماء مدينة الطائف. هيا جاء سالم الدوسري يعدي سالم يرجع كرة نادي النصر. مباراة تعرف الآن منعرجات صعبة. تاريسكا على اليمين رونالدو الاعتراف من علي البلي اللي عنده انذار. علي البلي عنده براسيدو انذار. مخالفة لكريستيانو رونالدو الأسد جريح رونالدو يسبح ضد الريح. لا يمكن لكم أن تتخيلوا الأجواء النارية في المدرجات بالألوان الهلالية. أليكس دايس كيف سيكون رد الاعتبار من جانب النصراويين؟ جدار دفاعي بلاعبين اثنين. رونالدو امامه كانو ووراءه كوليبالي بروزوفيتش او اليكس تيس على طول لعويس حارس الامان رائع في الميدان. ركنية كرة كانت في 90 إصابة لعويس الحارس الثاني لفريق الهلال بعد عبد الله المعيوف. رضوان جيد يقول له لا تعتمد على إذاعة الوقت. الوقت معي والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ركنية لأليكس تيس عالية كرة بالرأس محمد كانو سلطان الغنم تعود الكرة لسيكو فوفانا نادي النصر يجري وراء التعديل في هذه الأوقات وما أصعبها من أوقات. وضع مرير متخلف النتيجة بهدف لصفر أمام الهلال.
ساديو ماني مراقب كذلو من سعود عبد الحميد. رونالدو علي الجامي لم نشاهد سلطان الغنام على المستوى الهجومي. بروزوفيتش كرة باتجاه ماني ساديو حكم يخلي اللعب يرجع لفريق الهلال. سافيتش كرة لمالكا هجوم للهلال دوسري خطيرة ميشيل حاول التوزيع صاحب الهدف الوحيد في المباراة ميشيل فيليب ديلجادو يرجع بكرة لمالكا والتماس يعود لسلطان الغنام. يتقدم خيبري زيكو فوفانا رونالدو لايسارو يتقدم كريستيانو امام كل الدفاع اولا كوليبالي اسد الترنكا السنغالي سافيتش سالم التوسري سعود عبد الحميد هجمة هلالية دوسري مرة أخرى تعود نصراوية ساديو ماني زيكو فوفانا برازوفيتش تاريسكا أو رونالدو قوية قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس. درجات الملعب بالألوان الهلالية لويس كاسترو والوصفة العجيبة لتعديل النتيجة أمام هذا الخبير القيدوم جورج جيزوس. ميشيل ديلجادو سحب هدف 6 مليون دولار طويلة من خالدو كوليبالي تيس خيبري حرب كبيرة في وسط الميدان خذها سافيتش يقول له العب كرة خطيرة تاليسكا أندرسون تاليسكا لاويس بطل الدور النهائي لاويس مان اوف ذا ماتش مان اوف ذا فاينل بكل تأكيد أفضل خلف لأحسن سلف محمد لاويس الجدار العالي ركنية لبرازوفيتش من رأس رونالدو خارج الميدان اليوم رب ذرة نافعة غياب عبد الله المعيوف قدم لنا حارس عالمي محمد داويس يتواصل المد النصراوي يمضي ولا يبالي هذا الجمهور الهلالي يقابل الجمهور النصراوي عملاق العاصمة في حوار الكبار غنم
المصري يعادل لون العمر الممتاز. يرجع كرة للنصر، يرتفع النصر فريقا بين اللاعبين سيكو فوفانا ها كانوا وسط الميدان خيبري غير اليمين أندرسان تاليسكا تاليسكا غنم غنم والكونة لدفاع الهلال. ارجع لمالكوم مالكوم اي اسيست وبالهجمة السريعة مالكوم مرة اخرى يراوغ والركنية ركنية من عبدالله العامري. ديربي الإثارة ديربي التشويق نار 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 بين الكبار الأسبقية هلالية. ركنية للهلال سلامة سريع سري ينتظر سافيتش وكانوا الكرة الثانية روبن نيفيس رازافيتش سباق ضد الزمان يخوض النصر الآن في هذا الميدان. مرتدة لكوليبالي تحت دفاعية من علي الهجاوي أمام سافيتش ميلينكوفيتش. أي صفقة لهذا السربي وأي قيمة في وسط الميدان لسافيتش ميلينكوفيتش. طبعا أمامنا الأمير محمد بن سلمان أمامنا الأمير بدر بن سلطان نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. تصويب من سعود عبد الحميد خارج الميدان. كورة لسيكو فوفانا لقطة فنية من سافيتش ميلينكوفيتش. خيبري يكسب التماس لكن ولا يمل سافيتش في كل مكان. أليكسيس خيبري غير المكان للجميع. برازوفيتش صعبة هي الأمور على نادي النصر في هذه الأوقات. كرة طويلة رونالدو تأمين دفاعي من كوليبالي روبن نيفيس مرتدة في وسط الميدان. فوفانا غنم غنم يوصى رونالدو بالراس لم يكن قناص. مالكام التماس لنادي النصر كرة خرجت برماتيا تعود نصراوية أقل من 25 دقيقة لعب لنهاية هذا الدور النهائي والهلال متقدم بهدف لصفر. هدف ميشيل ديلجادو كرة تهرب على الغنام تعود بالتماس
للزعيم. جماهير النصر تدفع فريقها للتعديل، وجماهير الهلال تريد التأكيد بهدف ثاني، هدف كل الأماني. بروزوفيتش غنم، عالية الكرة، فوفانا، فوفانا، هنالك راية، تعود الكرة بتسلل لدفاع الهلال. لا يوجد تسلل، وبالتالي الهدف شرعي. كرة مليمترية من مالكوم فيليب وميشيل ديلجادو، وحده وحده يحط الهدف، هدف 6 مليون دولار. لكن للأمانة لما يتعلق الأمر بمواجهات النصر والهلال تنتفي عملية المال والأعمال، تأتي كتابة التاريخ، تأتي الألوان والمجد والجماهيرية والألقاب والشعبية. كرة عن سعود عبد الحميد، هذه الكأس الغالية، كأس 6 مليون دولار. الوصيف سيجني مليونين ونصف المليون دولار. هذا مالكوم، 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 ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد يكتفي بالصفراء. بما انه كان اخر مدافع، ربما كان للحكم ان يسحب الورقه الحمراء في وجه عبد الله العمري. على كل الكلمه الاخيره لرضوان جيد. كره مخالفه لنادي الهلال، هنالك مشاورات بين حكم الفيديو سمير كزاز ومساعده مقران كراري مع رضوان جيد. ساميتش، مالينكوفيتش، مالكام فيليب، واحد من الاثنين في التصويب. الهلال يريد الثاني في هذا الشوط الثاني. قلنا وأن هنالك مشاورات بين سمير كزاز ورضوان جيد، يعني تشيك الريد كارد، الورقة الحمراء في البال. ما بين عمري ومالكوم حكاية ورواية. رضوان جيد يأتي الآن في لحظات تاريخية ويأتي بالورقة، يأتي بالورقة. هل هي لمالكوم أم للعمري؟ العمري خذيع يا ورقة الحمر، الحمر، بالفعل تشيك الريد كارد
الرحمن رد. المصائب لا تأتي فرادى. النصر متخلف بهدف لصفر ويلعب المنقص العدد انطلاقا من الآن في الدقيقة 71 بعشرة لاعبين. تعديلات لويس كاسترو. أكيد سيلتجأ لل 4-4-1 لويس كاسترو لتغطية النقص العددي في صفوفه بعد إخسار عمري في الدقيقة 71. الضربة القاضية أمام مالكوم وسافيتش. جدار دفاعي بأربع لاعبين لفريق النصر. وسافيتش والكرة بعيدة. ضربة مرمى ناعف. هل يقدر النصر على قلب الطاولة على الهلال بعشرة لاعبين؟ خيبري تاودي ميشيل ريمان نبيس وتكون من سلطان الغنام لحارسو نواف لاكيدي. تتواصل أغاني وأفراح الجمهور الهلالي. في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر. مخالفة رونالدو. حوار كوليبالي ورونالدو. حوار الأقوياء. حوار العمالقة. كنان من جانب نادي النصر يستعد للدخول. النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو. هداف الهدفين هو رونالدو. قناص كل القناصين رونالدو. والكرة بالشباك. 1-1 بين العملاقين. نار 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 يا حبيبي نار. حارس الهلال العويس ما باله لا يعلمه كأنه لا يدركه أن الأسطورة رونالدو أقوى ما في الكرة. أقوى ما في الكرة هو الأسطورة. بعشرة لاعبين النصر العالمي يعود من بعيد ويسجل هدف التعادل. هذا الدربي بأشواقه. الدربي بأسراره إلى نهاية مشواره. كرة من ريبان نبيس. ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء. رضوان جيد أمامنا. انطلاقة الكرة لسافيتش ميلينكوفيتش.
نجامي في حواره مع السربي، والحكم المغربي يأتي بضربة جزاء. مباراة نار يا رونالدو، نار، هداف البطولة بخمسة أهداف كريستيانو رونالدو. جنة جنون لويس كاسترو، المشاورات مع رضوان جيد، جيسوس مدرب الهلال ورونالدو والحكاوي، قرار رضوان جيد يرجع للفعل، المغربي يرجع للسمير كاساس، السافرة المغربية صارمة وقوية. إذن يعود رضوان جيد للفيديو للتأكد هل هي ضربة جزاء أم لا، هل هو تهور من لجامي أم انتفاع بدني شرعي. ننتظر القرار، قرار تاريخي، قرار مهم جدا. يذهب رضوان جيد الآن، كل اللاعبين في الانتظار. ما فماش ضربة جزاء، ليس هنالك ضربة جزاء. إذن النصر يبتعد عن مناطق الظل، يلغي ضربة الجزاء ويرفع الحمراء في وجه لويس كاسترو مدرب نادي النصر. وفي الإعادة إفادة، شوف الروح القتالية لرونالدو في حواره مع محمد كانو، بكل الكلمات بكل الحروف يرسم هذا الدربي العالمي، درب النجوم، حرب النجوم لا تأتي كل يوم. لن ليس بلويس كاسترو اللي غادر الورقة الحمراء، كنان ياخذ مكان خيبري، ومع الفتيل كذلك محمد في قلب الدفاع. طبعا كان منتظر دخول فتيل لسد الفراغ بعد اقصاء، هذا اللجامي يغادر للإصابة. محمد الفتيل بديل لعلي الهشامي بعشرة دقائق لعب، نذكر أن فريق النصر يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السبعين، وتمكن من تعديل النتيجة عبر الأسطورة وأقوى ما فما في الكورة كريستيانو رونالدو. ترجع كورة كونان بالراس لرونالدو، رونالدو لكونان، وزع، نعود إلى الريال، إصابة كونان، ميشيل دلجادو صاحب الهدف الهلالي، سالم الدوسري هنالك إصابة لكونان،
البنات كل الفنون بكل الجنون بين الهلال والنصر منذ دخول وسام كنعان. هل سنمر إلى الوقت الإضافي الأول؟ الإيفواري كريستيان كونان 27 عام لما يتقدم سلطان الغنام النصر يغنم هدف رونالدو. خالدو كوليبالي يغادر ومحمد جعفري كبديل كذلك يغادر الشهراني على يسار الدفاع وياتي محمد البريك اللي في العاده يلعب على اليمين. كل مدرب يلعب اوراقه. لبريك سعود عبد الحميد جعفري 8 دقائق أو 7 دقائق لنهاية المباراة في وقت الأصلي والطبيعي. هل هنالك كرة غدارة؟ هل هنالك شرارة؟ هل هنالك ضربة قاضية مع اقتراب النهاية؟ وأي نهاية؟ كرة من سعود عبد الحميد تأمين دفاعي من الغنم كانوا المخالفة لرونالدو. كرة مخالفة لكريستيانو رونالدو. معنوياً الآن رونالدو هنالك رأي هنالك رأي. أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة وهمة الرجال. ليس أسطورة من فراغ. هدف أبيض ميشيل ديلغادو أمام الإيفواري كونان دوسري سعود عبد الحميد يرجع لمحمد بريد علي بني جعفري خمسة دقائق للنهاية. الغلطة بفلخة كرة للبريك اللي عاد بالتسلل سيتعامل المدربان مع ما تبقى من وقت في هذه المباراة. تبعت الكرة لرونالدو كونان أو ساديو ماني. للسنغالي كرة بعيدة لكونان. تميز جيسوس يفكر في النهاية ريبان نيفيس
تماس لنادي النصر. لويس كاسترو بعشرة لاعبين. هذه كرة لرونالدو يطلبها في المساحة الفارغة. رونالدو بروزوفيتش بروزوفيتش ما الدفاع يتصدر. الراية كانت على رونالدو. كرة هلالية. الخوف يسيطر على جماهير الفريقين لأنه أي كرة خطر الآن لا مجال للتدارك. تنتهي المباراة. كانوا ريبان نيفيس اختفأت نوعا ما شعلة التواجد الهلال بعد هدف التعادل لرونالدو. دوسري مالكم كانوا تصدي الدفاعي. ترجع نصراوية. ساديو ماني سيكو فوفانا يعطي فوفانا لولا جعفري. ترجع للهلال. سافيتش سلطات الحميد. سافيتش التسويق والدفاع يسد يا رب. تاليسكا يكسب التماس. هل يذهب الفريقان الى الوقتين الاضافيين؟ غانم حتى معز تدخل كان من محمد بريك. مارسيلو بروزوفيتش بروزوفيتش علي البني كانوا يربط بين الدفاع والهجوم. صوت عبد الحميد. محاولات هلالية تقدم الدفاع عن البريك. البريك كرة بعيدة من سلطان الغنام. يرجع بها للبني. كل لاعب النصر مع رونالدو في الواجبات الدفاعية. هذه الكرة غريبة غريبة من سافيتش. ولو أن هنالك راية والتسلل لكن سافيتش كان وحده وضيع الفرصة. هذه المرة رونالدو غير متسلل. رونالدو التوزيع فوفانا تاليسكا ماني كان قبله سعد عبد الحميد. مباراة الإثارة مباراة التشويق. هذه الإعادة لولا سعود عبد الحميد لانفرد ساديو ماني. تسلل موجود. في كرة رونالدو مباراة كبيرة قام بها رونالدو اليوم. سيكون هداف الدورة بخمسة أهداف.
سلامة الدوسري يتعافى. كان حواره الأخير مع سيكو فوفانا. تتواصل الأجواء بالمدرجات. روح قتالية كبيرة من اللاعبين. روح البذل والعطاء. صوت عبد الحميد. مالكم. بريك. ترجع كسير. صوت عبد الحميد. عبد الحميد يوزع والكرة ما بين النبيس والساويتش. كرة ما بين النبيس والساويتش والركنية لنادي الهلال بتوزيع لسالم الدوسري. سالم ما زالت هلالية. دوسري لباس عالية وغريبة مرة عجيبة وغريبة. سافيتش يرتقي أعلى من نواف العقيدي ولكن الكرة خارج الشباك. خروج مجازف لنواف. أقل من دقيقتين لنهاية المباراة في وقت الأصلي والطبيعي. ماركا يغير بنجاح. ميشيل يعطي لسافيتش. مالكوم مرة أخرى. مالكوم 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 والدفاع الدفاع النصران يمضي ولا يبالي. كرة خطيرة من البرازيلي مالكوم. سلطان الغنام على الخط النهائي. ضغط هلالي متواصل. نذكر وانو النصر يلعب بعشرة لاعبين. هذا رونالدو ومحمد دعويس. نرجع بسرعة آخر الهجمات المباراة قبل الوقتين الإضافيين. ماشي مالكوم البريك. البريك رسالة رسالة. نرجع للبريك. البريك في مصر والتصويب ضعيف من دجادو. مالكوم مرة أخرى. صوت عبد الحميد. آخر ومضة. آخر همسة. آخر لمسة. مالكوم يعدي لصعود. صعود يوزع أوبر راس دلجادو والحارس نواف. نهاية الوقت الطبيعي ونهاية الوقت بدل الضايع. سيلتجأ الفريقان إلى الوقتين الإضافيين. إذن مشاهدينا الكرام رضوان جورن على نهاية المباراة بالتعادل. أكيد ستكون لنا عودة مع ضربة بداية
الوقت الإضافي الأول. الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر. الرائد في مواجهة الاتحاد. أخبروني من أسبب الاتحاد، من جعل النمر خاتم إلى هذا الحد. الاثنين في الأوقات التالية على SSC1 وSSC5 يسبقها الاستوديو التحليلي. الأهداف غيرت مجريات الشوط الثاني عندما افتتحها الهلال في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب ميشيل ديلغادو، لتكون ردة الفعل للنصر عن طريق قائده كريستيانو رونالدو في الدقيقة 74 في ظل مباراة شهدت في مجريات الشوط الثاني طرد لمدافع نادي النصر عبد الله العمري في الدقيقة 71. نمضي إلى الأشواط الإضافية. دكتور، عندما أتكلم عن الهلال قدرة على المفاجأة دائما مع بداية المباراة وبداية الشوط الثاني، هذا ما حققه. صحيح، والحلول عند ميشيل غالبا بالنسبة على الأطراف، والهلال سجل هدف كان قادر أنه أكثر من فرصة يعزز بالتسجيل، ولكن يحسب للنصر استمرار بالأفضلية حتى بعد الطرد. وبعشرة لاعبين النصر كان متماسك، كان حتى على مستوى الخطورة أخطر من الهلال في أغلب الفترات. تتكلم حتى عن توقيت هدف التعادل، أعتقد أنه أعاد النصر المباراة بعد 4 دقائق من الطرد، فأعتقد أنها نتيجة مميزة. نعم، النصر يخرج بهذا التعادل وبهذا النقط. كيف تحمل النصر الطرد؟ أعتقد مع التغييرات إيجابية. تكلمنا عن مشاكل النصر، أخطاء دفاعية، وهذا ما حدث في الهدف 6-4، ومع ذلك الهلال قدر أنه يسجل. أعتقد أخطاء دفاعية ومشاكل دفاعية بعد الطرد. أعتقد تغيير كونان، نعم، تغيير كونان مكان الخيبري، فتيل مكان الجامي، أصبح فريق منظم، عاد بروزوفيتش وفوفانا في وسط الملعب، أصبح الفريق منظم. لكن المشكلة الآن هي قوة الفريق في التحولات. الآن مع الطرد افتقد للتحولات، ممكن يكون في تغيير، دخول علي الحسن مكان تاليسكا، دخول سادي ماني في عمق الملعب مع كريستيانو رونالدو، والاستغلال التحولات. لكن أعتقد النصر كان فريق منظم بعد الطرد رغم النقص. جيد، الحراس حافظوا على المباراة بشكل سريع. كابتن، حافظوا على جو المباراة. أكيد لا يزال أيضا العويس هو نجم اللقاء حقيقة، أخرج أكثر من كرة، هو كان سبب رئيسي بذهاب المباراة إلى هذه النتيجة. وأيضا العقيدي، نعم، ما تلقى أي خطورة، يمكن العويس سبع كرات خطرة ممكن أنقذها، عكس العقيدي هو فقط متمركز وأيضا مركز، خاصة بوجود خط دفاع، بوجود أيضا كارت أحمر طرد نقص عددي بالخط الدفاعي. جيد، أعتقد العقيدي لا يزال مستقر بشكل جيد. جيد، كابتن عادل، العام اللياقي راح يأثر في مجريات هذه، من يملكها الآن أكثر؟ الهلال أكيد، مع كاريو، مع البدلاء، يمكن الحمدان الآن يستعد. ممكن في أثناء المباراة شاهدنا أنه في ضعف نوعا ما على مستوى اللياقة البدنية بالنسبة للهلال، لكن بالتفوق العددي بدخول كاريو ممكن يعطي أكثر فاعلية هجومة، وبالتالي أنا نعتبر أنه ممكن نادي النصر يحاول أنه يسير مباراة لركلات الترجيح أكثر منه أنه يهاجم مرة ثانية. الشوط ينتهي بهذا الشكل ولا نروح للركلات الترجيح؟ أصعب على النصر، أراها أصعب بحكم النقص
اولا بحكم انه الهلال عنده تغييرات وجود كاري وجود كذلك حتى الحمدان كبدلاء في الشوط الثاني حيعطونه زياده هجوميه ونشاط اعلى. تنتهي هنا بدر ولا تستمر؟ والله لابد بذل جهد كبير على النصر بالتأكيد التفوق للهلال بسبب الزيادة العددية، لكن أعتقد أن النصر كان منظم حتى بعد الطرد. نعم، الأوراق الرابحة في الشوط الثاني كابتن وجهة نظرك؟ أنا أشوف يمكن فقط كاريلو ممكن ينزل بالهلال ويستعمل المدرب كورقة رابحة خاصة بهبوط العامل البدني بالنسبة حتى للفريقين، ممكن يكون نقطة قوة لفريق الهلال. نقصي ولد القوة ولا؟ في هذه الأجواء شاهدناه نادي النصر منقوص ومسجل هدف ممتاز جدا، وبالتالي بإمكانه أنه يسجل ولو أنه تبقى دائما في تفوق عادي للهلال، وبالتالي بدنيا يكون الهلال أفضل. شكرا كابتن عادل، شكرا كابتن سلطان، كابتن بدر أيضا، شكرا كابتن نور. ننتقل لمدراء الشوط أول إضافي بصوت الزملاء الأعزاء روف خليف، بلال علام، وكذلك أحمد العنزي. مرة أخرى شكرا للزمير العزيز عبد العزيز البكر. حضرات المشاهدين الكرام، التغييرات متوالية من المدرب جورج جيسوس وكذلك لويس كاسترو من جانب الفريقين. عبد الرحمن غريب يأخذ مكان أندر سانتاليسكا في خط هجوم نادي النصر بقيادة رونالدو. من جانب فريق الهلال عبد الله الحمدان وهاشم ثاني بتشكيلة الهلال. القرعة ما بين رونالدو وسالم الدوسري. نذكر بالنتيجة 1-1. بدر بالتسجيل فريق الهلال عبر ميشيل ديلجادو، وعدى النصر عبر الرهيب رونالدو. مع التذكير وأنه النصر يلعب بعشر اللاعبين منذ الدقيقة 70. هذا هو عبد الله الحمدان قلب الهجوم في الوقت الإضافي الأول لتشكيلة نادي الهلال. ريكارد مان العالمي كريستيانو رونالدو. سلطان الغنائي، ساديو ماني، مخالفة لمارتشيلو بروزوفيتش. كل دقيقة بوزنها بحساباتها بعقاباتها بين الفريقين. طويلة من برازوفيتش لليسار، كونان عبد الرحمن غريب في أول لمس الكرة، أليكس ديس غنيم مرة أخرى، كرة ليباني لأصبح يلعب على يمين الهجوم لفريق النصر. حوار محمد البريك وساديو ماني. برازوفيتش يوارسا، كرة خطيرة، كرة عادل بنين، عادل بنين يخرج كرة بالشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو. هذه الإعادة كونان وغريب حضر رونالدو لحط الكرة بالشمال لولا على البلاي. رائع البلاي، سك الأمان والضمان في قلب الدفاع لفريق الهلال. أليكس ديس، فوفانا، النصر بعشرة لاعبين، أفضل أداء من اللي كان ب 11 لاعب، عدل النتيجة ويلعب 10 لاعبين، لكن عنده رونالدو
بخمسة لاعبين. رازافيتش كونا مخالفة واحد لصالح الإيفواري. كان أمامنا كونان اللي لعب لفريق تيماريش في رامز وأول موسم عند الكرة على ماني لمحمد العويس. رونالدو يستغرب كيف تمكن علي البلاي من إخراج هذه الكرة. دوسري سعود عبد الحميد ريبان نميس. شوف رونالدو في 38 عام في الإكسترا تايم ويرجع يقوم بالواجبات الدفاعية. خرافي مذهل أسطوري هو رونالدو. نعم ماني غير الكرة أليكسيس عبد الرحمن غريب متسرع. غريب هل يطلب التغيير؟ زميتش هالكا كرة سريعة حمدان حمدان يحضر يوسع ودفاع الراية راية متأخرة نسبيا على الحمدان. رضوان جيد الحكم المغربي ماسك بزمام الأمور. بعيدا عن رونالدو استقبال من سعود عبد الحميد. علي البني محمد البني مرة أخرى روبن نميس سالم الدوسري ترجع له الكرة. محاولة تدرج بالكرة من جانب فريق الهلال أمام دفاع نصراوي متماسك. مرة أخرى علي بني نبعس والركنة يدخل ساديو ماني. جماهير الفريقين اللي هي بانتظار رحلة الترجيع عم بانتظار هذا الغدار. مالكم صاحب هدفين في خمس مباريات لحد الان. مالكم والراية على علي البني راية على قرب الدفاع علي البني. يا
النصر. كمان جول غريبة، يوناري ضيع سيكون الراس. رونالدو 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 وتورنادو رونالدو 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 هو الأسطورة، هو ملك الكورة كريستيانو رونالدو. الفريق النصراوي داير عالميا بنجوم الكبار رونالدو ماني فوفانا والبقية. هذا هو رونالدو، هذا رونالدو يا ناس، واكبر خناس هو مرعب المدافعين وكل الحراس كريستيانو رونالدو. اتشيكو اتشيكو إعادة، كورة لما ترجع ثم رونالدو بالرأس. أكبر قناص، خيال كل الخيال، دلال كل الدلال، إمبراطور الكورة رونالدو الأسطورة. كل كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب كريستيانو رونالدو، ملك الأرقام، إمبراطور الأقدام. يا سلام يا سلام يا سلام، النصر يقلب الدولة على الهلال بعشرة لاعبين، بعشرة لاعبين. لحظات تاريخية تكتب الآن، رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع لويس كاسترو. الحكم المغربي يراقب مع سمير الكزاز ويحتسب الهدف. إذن رسميا النصر يتقدم لأول مرة في المباراة بهدفين هدف. أي أجواء عالمية لجماهير النصراويين، قلنا مباراة صبر، مباراة كل الصبر. أصفر اللون من أجمل ما يكون بكل الجنون. اللي عنده رونالدو ما عنده على شي خاف، اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب، اللي عنده رونالدو ملك الأرقام. بروزوفيتش، فوفانا، سلطان الغنم، والنصر يغنم الآن في النتيجة. ماني ترجع لسافيتش، تصدي الجعفري، ترجع الكرة لعلي بلاي، إصابة كم يخلي اللعب. هلالية ليا أتوسالو، كرة خارج الميدان. أجواء عالمية بالمدرجات، الكلمة الآن نصراوية بالصوت العالي، بالجدار العالي، النصر العالمي. ورقة حمراء، ورقة حمراء لويس كاسترو. هذه المرة، هذه المرة لن يسلم كاسترو من الورقة الحمراء. الحكم الرابع المصري محمد محمود البنا. رضوان شيد حكم المباراة. تعليمات لويس كاسترو لرونالدو للمحافظة على النتيجة، لأنه لويس كاسترو سيغادر بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات. فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين،
كأنه لم يحتم الأرقام، كأنه ليس هو أول من يتابعه في الانستغرام. 600 مليون شخص يا ناس، ملك الأرقام رونالدو أقوى أقدام. جماهير نصراوية تغني عالمية. ثلاث دقائق لنهاية الوقت الإضافي الأول، والنصر لأول مرة متقدم بنتيجة في هذا الدور النهائي. طويلة الكرة من نواف لاكيدي، رونالدو ياخذ ترويض والأجمل، عبد الرحمن غريب تعود إلى ليا سافيتش، دوسري سافيتش لبريك، ميلينكوفيتش يعود رونالدو مرة أخرى. سيكو فوفانا كان عليه ان يلعب ماني على يمين الهجوم، احتفالات كبيرة لجماهير النصر العالمي في هذه الاسبقية بعشرة لاعبين يتحدى الهلال ويسجل هدفين. محمد البريك طلب الكرة من حمدان والركنة، محمد الفتي اللي خرج كرة للركنية، هل يأتي الانفراج الهلالي عبر الكرة الثابتة؟ 6 أهداف لملك الأهداف رونالدو في هذه البطولة العربية. خرج الكرة في الركنة، مالكام اليساري البرازيلي، مالكام مباشرة للنبيس اللي صاب في التسدي الدفاعي. محمد بريك، برازوفيتش عنده اندار، كرة تعود للهلال، مصعب الشوير، كاريو والرديف كلها جاية، ونوز الريبا نميس، عبد الله الرديف يدخل مكانه، كاريو البيروفي في مكان محمد كانو، ومالكوم يغادر كذلك، ومصعب الشوير في مكانه. دوسري شوي حوالات هلالية استعصى عليه نادي النصر بعشرة لاعبين فريق الهلال. يرجع لصدى بن حميد، كرة للحمدان، وسع بالراس تعدي من الرديف. ضربة مرمى نواف لنواف العقيدي، دقيقتين في هذه الفترة الأولى وتنتهي. مصعب شوي
محمد إبراهيم، هشام الدوسري، يرجع للوراء لشوي عالية، كريم كنان، استكمل الكرة لدي ميلاد عمير، دائما الإمكانيات مطروحة. نواف العقيدي طويل الكرة، رونالدو في المتابعة لسعود عبد الحميد وذلك الرعية بطل هذه المباراة النهائية، أكبر هدف وأحسن لاعب في البطولة كريستيانو رونالدو. كاريو، هل تكون آخر مباراة في كاريو؟ أيضا كرة لنادي النصر، انتهى الوقت الإضافي الأول، تركيز من نواف العقيدي مع نهاية الفترة الأولى، تغيير مكان والأماكن كلها في هذا الملعب تعيش أجواء هذه المباراة النهائية. الأسطورة أمامكم يا سادة، هداف كالعادة، كريستيانو وحده لويس كاسترو، أقصى الحكم عن المباراة، كاريو البقية في تعليمات جيسوس، لحظات تاريخية تختم الليلة في مدينة الطائف، ديربي الرياض في مدينة الطائف بأشواقه، بنيرانه، بنجومه، أولهم مرعبهم كريستيانو رونالدو. فاموس فاموس، قيدهم جيسوس 69 عام، قلب عليه الدولة لويس كاسترو، نذكر بالنتيجة 2-1 لنادي النصر، تقدم الهلال أولا عبر ميشيل تيلغادو، عدل النصر في مرة أولى عن طريق رونالدو، وفي مرة ثانية نفس اللاعب رونالدو يعطي الأسبقية للنصر العالمي. النصر يلعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 70، لما سجل الهدفين يلعب بعشر لاعبين. سعود عبد الحميد، كرة بالرأس من فوفانا، هجمة هلالية، مصعب الجوير، رونالدو، ساديو ماني،
تصويب من سيف فوفانا، والحارس محمد دعويس. سافيتش، الجوير، دوسري على اليسار، سعود عبد الحميد، تونان بكرة ممتازة، غريب يعني الكرة غريب، التصدي والركنية من أليكس تايس. متابعة من سلطان الغنام، آخر المتابعين محمد البريك، سالم الدوسري، مصعب الجوير، كل لاعبي النصر بالدفاع بما فيهم رونالدو، سعود عبد الحميد، صاروخية من سعود لكن بجانب الحارس نواف. الوقت يمر، الوقت يمر، والأحداث أمر وأمر على نادي الهلال في هذه الأوقات، ما أصعب هذه اللحظات. وصيف المجموعة الثانية نادي النصر مع وصيف المجموعة الثالثة نادي الهلال، وطريق النهائي نذكر أن النصر أقصى الشرطة العراقي في نصف النهائي ساديو ماني والحارس محمد دعويس، بينما الهلال تآرى على حساب الشباب 3-1. تسعة دقائق ورقة صفراء لكونان، جيسوس يراقب في اللعب لكن الحلول الهجومية الصعبة مع التكتل الحالي في دفاع النصر. جوير على البلاي، ياسر لبريك، كرة صعبة لكاريو، تذهب بضربة مرمى، ما زال يحافظ نادي النصر على الأسبقية بهدفين لهدف بعد أن كان متخلفا بهدف للصفر. علي البني افتكروا الكرة، ساديو ماني، ماني نرجع إلى الرياض،
بيتش، سالم الدوسري ينتقل بالكرة لسعود عبد الحميد، انتفاضة إيرانية بالفعل. وين صوت اليسار لليسار لبنيت، استماتة دفاعية نصراوية، والمخالفة ضد رونالدو، يقاتل رونالدو وكأنه ابن العشرين، ونساء اللي البارح كان في عمره 20. رونالدو يلعب 5 مرات كأس العالم، أكبر هدف في تاريخ الويفا تشامبيونز ليج، 140 هدف، 6 مرات بطل الهدفين في دوري أبطال أوروبا، أكبر هدف في تاريخ ريال مدريد ب 450 هدف، كاتب التاريخ رونالدو، حاضر بقوة في هذه البطولة العربية. يغادر رونالدو في انتظار العودة، يتألم الدون، يرجع الكرة، 9 لاعبين نادي نصر في انتظار دخول لاعب احتياطي في مكان رونالدو، كاريو يعدي البنوفي، يوزع البلاي، صوت دوسري، دوسري لا يمر من الجدار الأصفر، جدار سور الصين العظيم لبريك في القائم الثاني، والنواف يكسب المخالفة. هذا هي توزيعة محمد لبريك، نواف العقيدي أمام علي المريك، حسنة رونالدو علي الحسن في مكانه، الأسطورة يغادر الكرة بهذه اللحظات في انتظار صافرة الحكم المغربي، يرجع الهلال للهجوم، نادر الحسن، كاريو، كاريو براس، والدفاع سلطان الغدر، تتعادل في الإصابات اقتراب من نهاية المباراة، محمد الفتيل، الجماهير النصراوية
عبد الحميد. مصعب شوي. فايدة الكرة من سلطان الغنم. أربعة دقائق لنهاية المباراة. والنصر يقترب من أول ألقاب العربية على حساب نادي الهلال في ديربي عاصمة. من أجمل ما يكون كرة في القائم الثاني من حمدان. يخرج الكرة مارسيلو برازوفيتش ومحمد الفتيل. الهلال يلعب الكل في الكل. الجمل بما حمل. كاريو عبد الحميد. انتظار تمام استوي بالراس والمطالبه بضربه جزاء. ورضوان جيد يقول له لا والف لا. اصعب شوي اليوم رضوان جيد. الدقيقة الأخيرة بدون احتساب الوقت الضايع. وضاع الهلال لحد الآن بمدينة الطائف. لكن من يدري مباراة ما زالت. كاريو سلم التوسري. سعود عبد الحميد. إخراج الكرة. علي ويدخل الآن. تغيير في مكان ساديو ماني. عبد العزيز العليوة. النصر بدون رونالدو وبدون ساديو ماني. هذه المباراة. ترجع هلالية. علي بن كاريو. كاريو يوسع. الناس غريبة من الرديف. عبد الله الرديف. كان بإمكانه تعديل النتيجة لنادي الهلال. تحت الصدمة سميت والرديف. سلايم في الانتظار. غريب فوفانا والراعي. انتهى الوقت 120 دقيقة. خروج لمارسيلو برازوفيتش. وصول عبد المجيد السليم. وجماهير النصر
عبد الحميد كاريو حميد سجلوا الكرة عبد الحميد غريب وشوفوا عاكس يورب وعده امكانيه الثالث لكن الفيع على نادي النصر الكاو الضربة القافية ضاعت على النصر أكابة الملاعب روسانو في آخر مباريات المباراة ترجع كرة للسبايدان يصعب شوي الجوير اليمين كاريو كاريو والدفاع كنا المدافع كنا الوقت انتهى والسقط كبير والتاريخ الآن كرة الشوير بعيدة ضربة مرمى النصر العالمي يقترب من أول تتويج عربي أمام الهلال المتحدي الكل بدأ يستعد للاحتفال أمامكم يا سلطة يا كرة النصر العالمي الجنان صافرة المغربي رضوان جود مليون مبروك لعشاق العالمي وحظ أوفر لجمهور الهلال بعد هذه الخسارة أمام النصر بهدفين بهدف رونالدو يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الأوقات ومع أجمل الأوقات في أصفر اللون بكل الجنون في هذه الليلة وأشهى الليلة في مدينة الطائف أكيد ستتواصل الأفراح للنصراويين وخيبة كبيرة للهلاليين في انتظار مراسم التتويج نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الأستوديو للزميل عبد العزيز البكر.